العملات. دعونا نعود إلى ضيفي وليد جلدات. وليد، يعني قوة الدولار واضحة، بيانات الاقتصادية أتت داعمة للدولار، ولكن يعني ما لاحظناه أنه اليورو يحاول الثبات عند مستويات قريبة من 1.34 ولا يريد التخلي عن هذه المستويات، على الرغم أنه شهدنا مستويات 2.32 ولكن ثم عدنا إلى الارتفاع إلى مستويات 1.34. ما هي نظرتكم بالنسبة لليورو مقابل الدولار؟ نلاحظ بعد تخفيض اسعار الفائده حسين، يعني تراجع اليورو مستويات تقريبا 35 40 تقريبا، كانت الاسعار تراجعنا 32 50، ارتفعنا اليوم الى مستويات 34 15. هذه المستويات تعتبر مستويات مقاومه جيده. انا برايي سيتراجع اليورو نحو مستويات الدولار 33 مبدئيا، ثم مستويات الدولار 32 50، ثم سنعود لمستويات الدولار 30. السبب الرئيسي هو تداول اليورو تحت مستويات الدولار 35. هنا بدأنا في القناة الهابطة، عندما تجاوز اليورو هبوطا مستويات الدولار 35 بدأت تتشكل القناة الهابطة بالنسبة لليورو. الهدف على المدى المتوسط بالنسبة لليورو هو الدولار 30. طيب، يعني بالنسبة لليورو توقعات بأنه يعني ربما لنهاية هذا العام 1.30. ماذا بالنسبة للين؟ نعود ونقترب إلى مستويات 100 من جديد، هل تعتقد بأنه سنشهد اختراق لهذه المستويات، وإلى أين قد يصل الين إلى نهاية العام؟ يعني فعليا الين حسين، يعني بلاحظ أنه عم يتداول في مستويات ليست كبيرة، يعني عم يتداول مستويات 96 و100 تقريبا. بالفعل ده اتجاه افقي، يعني أنا اتجاه افقي، يعني لا اتوقع فعليا انه تجاوز الين مستويات 100 بتجاوزات صريحة او تجاوزات حقيقية او كسر حقيقي يكون في لمستويات 100. ولكن يعني ما المانع وليد، يعني بانه يعني طالما ان سياسة تشينزو ابي حاليا استمرار السياسة النقدية المتساهلة لفترة طويلة، بينما في الولايات المتحدة قد نشهد بداية من الآن العكس تماما فيما يحدث في اليابان، لماذا يعني ما هو العامل الذي قد يمنع الدولار مقابل الين اتجاه فوق مستويات 100 أو حتى 110 أيضا؟ لا ننسى حسين أنه هناك في حرب عملات، كل دولة تسعى إلى إضعاف عملتها. لاحظنا اليورو هناك ضعف، كان هناك ضعف كبير في الدولار في الفترة الماضية مقابل جميع العملات الرئيسية. هناك قوة حالية للدولار. الين قد لا تسمح بعض الدول للين بالانطلاق فوق مستويات 100 بشكل كبير، نحكي 105 أو 110، لأنه هذا يؤثر فعليا على صادرات بعض الدول على حساب دول أخرى. يعني كما نعلم أنه الين الضعيف سوف يزيد من الصادرات ويحسن من الاقتصاد الياباني. نحن فعليا حسين ما زلنا نشهد، لم تنتهي حرب العملات، حرب العملات ما زالت مستمرة، ولكن طبعا هي التي بدأتها اليابان بسبب عمليات التيسير الكمي المجحفة التي قام بها آبي منذ العام الماضي منذ تسلمه للرئاسة. يعني هذه أحد الأسباب، سيكون هناك تقريبا أغلب العملات ستتحرك في نطاقات معروفة، وخصوصا الين، لأنه اليابان من أكبر المصدرين للمعدات الثقيلة في العالم. كما نعلم سياسة صناعة السيارات تؤثر بشكل كبير، يعتمد عليها الاقتصاد الياباني بشكل كبير أيضا. لا ننسى أن الولايات المتحدة أيضا أحد المنافسين لليابان في تصدير السيارات، هناك مصانع سيارات كبيرة. هذه الدول الصناعية مصلحتها فعليا إضعاف عملتها لزيادة صادراتها. نعم، على كل وليد أيضا دعنا نلقي نظرة على أداء المعادن اليوم. يعني كنا قد شهدنا ضغط واضح بالنسبة للذهب إلى مستوى 1280 دولار للأونصة الواحدة، وبالفعل نبقى عند هذه المستويات، وتراجعات بحوالي 20 النقطة المئوية. الفضة متراجعة، بلاديوم متراجع، ولكن فقط البلاتين اليوم على ارتفاع بحوالي 16 النقطة المئوية. يعني وليد، بالنسبة للذهب شهدنا تراجعات واضحة من مستوى 1350 دولار تقريبا، كنا يعني ثبتنا عند هذه المستويات لفترة قبل أن نعود ونتراجع بعد البيانات الأخيرة من الولايات المتحدة، ولكن يعني لم نشهد طلب فعلا قوي للذهب عند المستويات حالية. هنا أتكلم عن الذهب العيني، أنا عادة كلما شهدنا مستويات دون 1300 دولار نشهد الطلب العيني يقوى في الصين، في الهند، في المنطقة الآسيوية بشكل عام، ولكن هذه المستويات إلى حد الآن لم تجذب المستثمرين. يعني برأيك هل قد نشهد المزيد من التراجعات؟
نعم، أنا برأيي حسين يعني إذا انتبهنا ليس فقط الطلب العيني أو ليس فقط من الكونسيومر، ليس الطلب الفعلي على الذهب، ليس فقط في الصين، ليس هناك طلب حتى من المستثمرين في محافظ الإتي. هذا منذ فترة لا يوجد طلب من البنوك المركزية، لا يوجد طلب. البنوك المركزية لا تشتري عند هذه الأسعار. هناك بعض الحالة الضبابية التي تسود سوق الذهب بالذات، قد يكون السبب هو حالة عدم اليقين بالنسبة للمعادن في الفترة الحالية، وتوجه هذه السيولة الكبيرة التي كانت تستغل في شراء الذهب إلى أسواق أخرى بديلة، وذكرت من بداية الحلقة هي أسواق الأسهم. أنا شخصيا عند التحليلات أتوقع أن تراجع الذهب إلى مستويات الألف، نعود مستويات مرة أخرى إلى 1180، ثم مستويات 1050، وثم مستويات 1000 دولار. إذا هذا في حال إذا لم يجد الذهب سببا أو حجة للارتفاع، ونتحدث هنا حسين عن الأسباب الجيوسياسية، نتحدث عن حروب، نتحدث عن كرايسيس في أو بعض المشاكل الاقتصادية في الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية، أو هناك بعض المشاكل قد تكون في أوروبا، ولكن في هذه الظروف الحالية، في هذه الظروف الأسواق الحالية الطبيعية، الذهب سيستمر في هذه المستويات وحتى دون هذه المستويات. طيب وليد، دعنا نلقي نظرة على أسعار النفط، حيث شهدنا تراجعات اليوم تستمر بالنسبة لخام تكساس، وكذلك بالنسبة لخام برنت. يعني خام برنت شهدناها يوم أمس يرتفع على عكس اتجاه خام تكساس، وذلك بعد عدم التوصل لاتفاق إيراني بين مجموعة الدول الكبرى 5+1، ولكن اليوم خام برنت يعود إلى التراجعات 106 دولارات و16 سنت. يعني وليد، بالنسبة للنفط مستغرب بأنه منذ فترة نشهد ضغوط كانت على النفط، وكانت تلك الضغوط معظمها نتيجة الاتفاق الذي شهدناه ما بين الولايات المتحدة، أو فقط بعد أن شهدنا الاتصال الهاتفي ما بين روحاني وأوباما شهدنا تراجعات واضحة بالنسبة للنفط، ولكن الآن يعني حالة من الاستقرار، وحتى بعد عدم التوصل للاتفاق حول البرنامج النووي نشهد الاستمرار يستمر على النفط وايضا خام برنت. كيف تقرا هذه التراجعات؟ يعني هذه التراجعات وهذا حاله الاستقرار في اسواق النفط حقيقه تعكس الهدوء الذي يسود الاسواق والاطمئنان الذي يسود الاسواق في هذه الاثناء، من ناحيه العوامل الجيوسياسيه ومن ناحيه العوامل الاقتصاديه. قد يكون هناك بعض الفتور في من قبل المستثمرين بالنسبه لاسواق النفط بانتظار بعض الاخبار التي قد تثير اهتماماتهم والاتجاه الى اسواق النفط مره اخرى، ولكن في الفتره الحاليه حسين اتوقع فعليا انه تستمر اسعار النفط في الاستقرار ما بين ال 95 دولار وال 93 دولار وحتى ال 100 دولار تقريبا، ولكن في حال في المستقبل القريب إذا استمرت فعلا هذه التطمينات وتحسنت العوامل الجيوسياسية وخصوصا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، قد نعود بالنفط إلى مستويات 85 دولار في ظل هذا الهدوء السياسي والجيوسياسي. نعم وليد جرادات، كبير المحللين في HY ماركس، شكرا جزيلا لهذه المشاركة ويومك سعيد. شكرا حسين.